الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 28 من الكتاب 40، كتاب السلام، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. كست هو البخور، يعني كست هو البخور. وجايب أبواب التداوي في كتاب السلام لأن السلام فيه معنى السلامة، والتداوي هو طلب سلامة الجسم من المرض، ففي نوع من العلاقة برضه. ممكن تسأل طب ليه جايب التداوي في كتاب السلام؟ انت متصور ان السلام يعني هو السلام عليكم بس، ولا السلام جاي من السلامة ايضا؟ فهمت؟ فلها علاقة ايضا بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 92 بعد 805 آلاف. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة ابن محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه. بول الصبي إن لم يطعم طعاما إلا لبن الأم، لكن لو بياخد لبن صناعي يبقى زي لبن زي أي بول، يغسله ما ينفعش يرش، فهم؟ لكن لو بياخد لبن الأم ولم يطعم طعاما معه يبقى بوله نجس، ويخفف التخلص منه بالرش فقط، يكفي فيه النضح. أما بول الجارية فيغسل في أي سن كان. لماذا؟ لأن بول الصبي يصعب الاحتراز منه، أما يجي يتبول الصبي يجي على بعيد فيصعب الاحتراز منه، فلصعوبة الاحتراز خفف الشارع في التخلص من نجاسته بالنضح دون الغسل. أما بول الجارية فينزل أسفلها ولا يذهب إلى أماكن بعيدة، وبالتالي يبقى يسهل الاحتراز منه، فلما سهل الاحتراز منه عمل معاملات سائر النجاسات. فهمت بقى؟ مش الشرع ذكوري زي ما يقول لك بقى، مش معنى يميز ده. العبرة بالاحتراز. هي بول الصبي وبول الصبية الاثنين نجس. احنا قلنا ان بول الصبي طاهر، وقلنا مش طاهر. الاثنين نجس. لكن لصعوبة الاحتراز من بول الصبي حيث انه يعش على اماكن بعيدة، فسهل الشارع ما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال لك يكفي النضح بس. ولسهولة الاحتراز من بول الصبية او الجارية، وبالتالي يبقى تعامل معاملة سائر النجاسات يجب فيها الغسل، ببساطة كده. وعلة صعوبة الاحتراز لم يذكرها الشراح، فخذها مني ولا تخف، لن تجدها في الشراح، لم يقولوا هذه العلة. هم قالوا العلة ان ربنا اطلع على العرب فوجدهم يفضلون الذكر على الانثى، فكانوا يحملون الذكور اكثر ما يحملوا النساء، فربما قالوا كده. بس العلة مش كده، العلة مش كده خالص، العلة صعوبة الاحتراز فقط. يبقى لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. كلمة لم يأكل الطعام بينت لك ان النبي رشه ولم يغسل مكانه، كويس؟ قالت: ودخلت عليه بابن لي قد
أعلقت عليه من العذرة. فقال: علامة تدغرن أولادكن. الأعلاق ده، عارف العذرة اللي هي إيه؟ العذرة اللي هي التهاب اللوزتين. الأطفال ساعات يجي لهم التهاب في الحلق اللوزتين، فتبقى ملتهبة مش عارف يبلع، حرارته عالية. كانوا يعملوا إيه بقى العرب يعالجوا العذرة إزاي؟ يقوموا يفتحوا حنك الصبي وتروح مدخلة صباعها جوه تخبط اللوزتين، قال تهبطهم كده. مؤلمة جدا، علاج مؤلم جدا. هو احيانا كان يبقى فيه خراج في اللوزتين، فالحركه دي كانت تفتح الخراج تخلي الصديد يطلع، يقوم العيل يخف. بس ده اللي عنده ايه؟ اللي عنده خراج في اللوزه. مش كل الحالات بيبقى عندها خراج في اللوزه، فهمت؟ ده يسموه الاعلاق، الاعلاق فتح حنك الصبي، واخد بالك ازاي؟ والعذره والدغر، الدغر اللي هو ايه؟ غمزه بالاصبع، يغمزه باصبعه كده. كويس؟ يبقى الإعلاق معالجة عذرة الصبي برفع حنكيه بالإصبع لدغر حلقه، لدغر حلقه يعني إيه؟ غمزه بالإصبع. علاج مؤلم جدا. تصور أنت العيل بقى عنده التهاب في اللوزتين، تفتح أنت بقه وهو سخن وحرارته عالية وتعبان، تروح مدخل إيدك وتحط إيدك كمان تزق له الحتة اللي بتوجعه. فالنبي ما كانش يحب الحكاية دي لأنها فيها إيلان شديد. نبي رحمة صلى الله عليه وسلم. فعلاج النبي ما اقروش، ما حبوش النبي، ما يحبش العلاجات اللي فيها إيلام شديد. فبتقول: ودخلت عليه بابن لي قد اعلقت عليه من العذرة. والعذرة ورم في حلق الصبي، ورم التهابي يعني. فقال: علامة تدغرن اولادكن، يعني تغمزن الحلقة بالاصبع. بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. يصعط يعني إيه؟ يعني خلي العود الهندي ده بخور، خليه بخور وخليه تستنشقه بأنفه، يقوم يجي على اللوزتين يعقمها ينظفها من الميكروب، فده خلاص مش هيتألم. ادي معنى يصعط، يعني يؤخذ عن طريق الانف كرائحه يستنشق، فهم؟ دي طريقه علاج ايه؟ مريحه بقى، مش مؤلمه. فالنبي قال لهم بلاش حكايه ايه؟ الايه؟ الدغري دي والاعلاق. عليكن بهذا العود الهندي. العود الهندي اللي هو ايه؟ البخور الهندي. بخور العود معروف لحد دلوقتي بيتباع بالجرام، اغلى من الذهب دلوقتي، بيجيب شويه مضاد حيوي وخلاص، صح؟ يعني ربنا يستر لنا الامور. فان فيه سبعه اشفيه منها ذات الجنب. ذات الجنب كانت ايه؟ قرح بتطلع في الجنب او الام تاتي في جنب الجسم، في جانب من الجسم. يصعط من العذرة، يبقى يصعط يعني يستخدم ايه؟ استنشاق عن طريق الانف، عن طريق الانف. ويلد من ذات الجنب يعني يوضع في شدق الفم، في احد شدقي الفم من ذات الجنب. واضح؟ اي يلد، يبقى يلد يوضع في شق احد شدقي الفم، يعني في داخل ايه؟ الشفة من الداخل. أو بالخد يعني، في الخد من الداخل. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس: أعلقت غمزت، فهي تخاف أن يكون به عذرة، يعني التهاب في الحلق يعني. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة
تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكستة يعني البخور، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله: وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. باب التداوي بالحبة السوداء. يقولوا ان الحبة السوداء ايه هي اللي بيسموها دلوقتي ايه، حبة البركة، مش كده برضو بيقولوا كده، ويسموها الشونيس عند العراقيين، يقولوا عليها الشونيس. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. التعريف ده من الرواة، والحبة السوداء الشونيز، ده مش كلام النبي، ده مدرج من الرواة، تعريف، فاهم؟ فلازم ندرك المدرج، إدراك المدرج في الحديث علم مهم، يحل لك إشكاليات كثيرة تقابلك في معاني الأحاديث، لأن قد يكون المدرج معناه غير صحيح كمان، لأنه تفسير أحد الرواة قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. فلو لم تدرك أنه مدرك نزبت عدم الصحة لكلام النبي، وهذا خطأ، فهمت؟ فلازم ناخد بالنا من الحكاية. وعن أبي قال: وحدثنيه أبو وكل هنا على فكرة مش شرط تبقى كل ده يعني جميع الأمراض، لأن كل أحيانا لفظ عموم وغالبا يدل على عدم العموم في الغالب الأعم، يعني برغم ان كل لفظ من الفاظ العموم الا انها غالبا ما تدل على الخصوص، فهمت؟ وعشان كده مؤلفين كتاب الامام تقي الدين السبكي كل وما عليه تدل، كل وما عليه تدل كتاب كده، لان كل دي مشكله، يقول لك كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، يقول لك كل ما كل ما يعني الاتوبيس اللي بنركبه ده بدعه، يعني الطياره دي بدعه، يعني مش عارف ايه بدعه، ما كل بقى لفظ من الفاظ اللي يقول لا، كل بدعه ضلاله اي ما ليست عليها من امر النبي ولا من مقاصد الشرع، يبقى مخصوصه ايه؟ لفظ مخصوص. تدمر كل شيء بامر ربها، دمرت كل الاكوان فلم يرى الا مساكنهم، يعني حتى مساكنهم ما دمرتهاش، فهمت؟ مش كده برضه؟ تدمر كل شيء بامر ربها. وكل هنا ايه؟ اللي هم قوم اللي كانوا ساكنين في الاحقاف بس، كل هنا دلت على الاشخاص وليست على القريه كلها ولا على الاكوان كلها. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، فدل على انها كل هنا لم تشمل كل شيء، بل شملت الاشخاص الكفار، شخوص الكفار، فهمت؟ فلازم ناخد بالنا من كل دي، علشان ما يجيش بقى واحد يقول لك ايه، انا الحبه السوداء امي كان عندها سرطان فديتها الحبه السوداء وماتت بيه برضه، وبعدين هنا الحديث بيقول كل ده، يبقى الحديث ده غير صحيح، التجربه اثبتت خلاف ذلك. مش ممكن يفكر بالطريقه دي؟ نقول له يا سيدي ما هي كل دي مش معناها جميع الامراض كده على الاطلاق، دي يعني كل داء تؤثر فيه، فهمت ازاي؟ يبقى مقدرة، ان اثرت في هذا الداء يبقى محتاجة دراسة بقى، نقعد ندرس الحبة السوداء مفيدة في امراض ايه، ونبتدي نصفها في الامراض المفيدة، دي عايزة بقى مدارس طبية تقعد تدرس. في طريقة تفكير اصلها يعني تحير الانسان، لو هو بيفكر بالطريقة دي تحيره، لكن لما يفكر بطريقه تانية ما يحتارش، فهمت؟ وده كل ده بسبب ايه؟ مدلولات الالفاظ في اللغه العربيه، لازم يفهم مدلول اللفظ. و
وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز، يعني ما زودش الإدراج حتة الشونيز دي مدرجة. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام، إلا السام هو الموت يعني. باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. مجمة يعني مريحة، يقول لك هستجم يعني هستريح كده برضو، استجم فلان يعني استراح، يبقى مجمة يعني مريح. وفؤاد المريض اللي هي فم المعدة يعني. لما بيكون واحد عنده حموضة شديدة أو عنده ارتجاع في المريء يبقى إيه؟ الحتة دي يسموها إيه؟ فؤاده، فتحة الفؤاد الكارديا. حتى الناس العوام يقول لك قلبي بيوجعني يا دكتور، وهي معدته أعلى المعدة لأنها أسفل خلف القلب. فالمريض يقول لك إيه؟ فؤادي قلبي، وهي في الاخر ايه؟ نهاية المريء مع بداية المعدة. حموضة، ارتجاع، يعمل ألم هنا، يعبر عنه الإنسان يقول لك قلبي بيوجع، وهي بعيدة عن القلب نفسه اللي بينبض، فهمت ازاي؟ لأنها ملاصقة له، فالمريض ما بيعرفش يميز، يقول لك وخلاص. عشان كده النبي بيكلمنا هنا بطريقة إيه الناس، علشان ايه؟ ما يكلمكش بشيء غريب لا تفهمه. لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم. التلبينة عبارة عن شوربة، حساء يعني شوربة. التلبينة دي شوربة معمولة من دقيق، سواء الدقيق ده كان دقيق ماء قمح أو دقيق شعير، ويبقى عليه بعض النخالة، لأن النخالة دي بتعمل لين، تلين للي عنده إمساك بتاع، تمشي بطنه، تقوم تسهل له بطنه. كويس؟ وأحياناً يتحط عليها شوية عسل أو شوية توابل عشان يبقى طعمها حلو، يسموها التلبينة. كويس؟ شوربة يعني، شوربة شعير على أو شوربة قمح أو شوربة لسان العصفور، كل دي يسموها تلبينة. مش يقول لك إيه اشرب شوربة؟ لما تعمل عملية، واحد عمل عملية وقعد يومين ما بياكلش، الدكتور يقول له إيه؟ خد شوية شوربة كده وابتدي بأكل خفيف 3-4 أيام، هي دي التلبينة بقى. مجمة للمريض يعني مريحة، مريحة لفؤاده يعني لمعدته، لأعلى المعدة بعد طول صيام المرض، فهمت؟ وعن أبي قال وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي. أبوه اللي هو شعيب ابن الليث ابن سعد، مدفونين جنب أبوهم هنا. شعيب ده مدفون جنب سيدي الليث، فهمت؟ دول مدفونين كلهم في مقبرة واحدة جنب سيدي الليث بن سعد في سفح المقطم هنا، وعاملين مسجد كبير اسمه مسجد الليث بن سعد. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي، أبوه اللي هو شعيب وجده اللي هو الليث. قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، لأنها مريحة كده يقوم بتذهب بعض الحزن. باب التداوي بسقي العسل. ربنا بيقول على العسل فيه شفاء للناس، مش كده برضو بنص القرآن هنا.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه. استطلق يعني عنده إسهال، والعجيب إن العسل ملين يعني يزود الإسهال المفروض، مش كده؟ يقوم النبي يقول له اشرب عسل. الأطباء اعترضوا على هذا الحديث، ازاي النبي يوصف له ملين وهو عنده اسهال اصلا؟ على عادة الزنادقة في كل عصر ينكروا اللفظ النبي. واتضح بعد ذلك ان العسل مطهر معوي، وان الاسهال اذا كان بسبب ميكروب يفيد جدا لانه مطهر معوي يقتل الميكروب. قعدوا يقولوا كده 200-300 سنة، وبعدين اتضح بالاخير ان العسل مطهر معوي لانه يقتل الميكروب، وبالتالي يبقى مفيد حتى في بعض انواع الاسهال اللي بيكون سببها ميكروبيه. الاسهال الميكروبي يستفيد من العسل. واضح؟ فكلام النبي اعلى من خبره الاطباء، مش عشان شويه اطباء بقى يقول لك احنا جربنا الحكايه دي فلقيناها انها مضره، فازاي واحد عنده اسهال اديله ملين؟ يعني يزود له اسهاله؟ حاجه غريبه والله. لكن النبي لما يقول، النبي اعلم العالم دي كلها، لان ده مش بيقول من عند نفسه، ده من عند رب العالمين. كلام النبي ده وحي صلى الله عليه واله وسلم. فما يغركش بقى ايه سفه الاطباء وتسرعهم، لان كثيرا ما يغيروا رايهم. كل يوم بيغيروا رايهم. مره يقول لك الشاي مضر جدا، ومره يقول لك ثبتت الابحاث انه مفيد جدا. ومره يقول لك لا ثبت الابحاث انه مفيد في بعض الاحوال ومضر في بعض الاحوال. هنفضل بقى احنا نمشي بقى كل يوم يغير لي الكلام؟ واعملوا تجارب كنتوا براحتكم، واحنا نقول كلام النبي. احنا نقول كلام النبي وانتوا جربوا زي ما انتوا عايزين. فهمت بقى ازاي؟ ادي الطريقه. انما ما نمشيش ورا كلامهم. يقول لك القهوه مضره، وبعد شويه يقول لك القهوه مفيده. ساعات يقول لك القهوه تعمل تصلب في الشرايين، واحد يقول لك لا ده بتقلل الكوليسترول، واحد تاني قاعدين يتخانقوا مع بعض. طب احنا مالنا؟ تدخل كلام النبي ليه في وسط الخناقه دي؟ فهمت؟ فتسمع كلام النبي تقول حاضر سمعنا واطعنا. هتلاقي في الاخر يثبت لك ايه الايام ان النبي هو اصدق الخلق واحكم الخلق صلى الله عليه واله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، يعني عنده إسهال، دايريا. إن إنجليش الإسهال اسمه إيه؟ دايريا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا. فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا. فلم يزده إلا استطلاقا، الإسهال زاد. على فكرة لما يكون الإسهال بسبب مرض أو بسبب ميكروب أو تسمم المفروض تشجعه ما تمنعوش. الطب بيقول كده. يعني واحد اكل اكله مسممه عملت له اسهال، المفروض الطبيب يشجع هذا الاسهال، لان الاسهال ده بيتخلص من السموم. فلو وقفته هتجعل السموم يمتص من الامعاء الجسم. شفت بقى ازاي؟ واذا كان الاسهال ده سببه ميكروبي فالمفروض تشجعه ينزل، علشان الميكروب ما يخترقش امعائه ويدخل في جسمه. فهمت بقى ازاي؟ فهو لما خد الاسهال ده استطلق، فالنبي قال له ادي له عسل، قال له ده زاد الاسهال. طب ما يجناش حاجه، مصلحه، احنا بنتخلص من الميكروب، نتخلص من السموم. فاهم؟ فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعه فقال اسقيه عسل، فقال لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك. فسقاه فبرأ. شوف النبي ما يجادلش كتير صلى الله عليه وسلم، لا يجادل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له احنا مصدقين كلام ربنا فيه شفاء للناس، بطن اخيك هي اللي لسه هتخف بعدين بقى براحتها صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنيه عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتاده عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي عرب بطنه. عرب بطنه يعني برضه استطلق بطنه. فقال له اسقيه عسلا، بمعنى حديث شعبه. باب الطاعون والطيره والكهانه ونحوها. الطاعون كل داء
معدي يصيب عدد كبير من الناس في وقت قصير يسمى طاعون. يبقى كل مرض معدي يصيب عدد كبير من الناس في وقت قصير يسمى طاعون في لغة العرب، كويس؟ وأحيانا يقصد به مرض معين اسمه الطاعون، مرض معين اللي هو بليج، اللي بينقله البراغيث اللي على ظهر الفئران. يعني الفأر بيبقى حامل لهذا الميكروب البكتيري، واخد بالك؟ يقوم يمشي في دم الفئران. البراغيث اللي بتعيش على دم على 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 دم الفئران تمتص دمها، فبتمتص معاه ميكروب الطاعون، كويس؟ يروح البرغوث ده يترك الفأر ويجي على ابن آدم يقرصه ويلدغه، فهو بيلدغ ابن آدم هذا البرغوث يقوم ينقل الميكروب لابن آدم، يقوم ينتقل المرض لابن آدم، لكن حامل الميكروب أصلا هم الفئران، وناقل الميكروب هي البراغيث التي بتعيش في شعر الفئران. فهمت بقى؟ وهذا الداء يعمل تضخم تحت الإبط في الغدد الليمفاوية، وتضخم في أعلى الفخذ مع ارتفاع شديد في الحرارة، ثم بعد ذلك تقيح وقرح وقيء، يعني يتقيأ ولا يستطيع أن يأكل، ثم بعد ذلك يموت في خلال أيام من شدة التسمم. فهو مرض خطير مات به ملايين البشر، هذا الطاعون اللي بوصفه لك ده مات منه ملايين البشر، وكثير وآلاف الصحابة ماتت بهذا الطاعون. والطاعون أرسله الله عذاب على بني إسرائيل، وجعله شهادة ورحمة لأمة النبي. يبقى لما يصاب باليهود يبقى عذاب من الله لهم، ولما يصاب بالمسلمين يبقى شهادة لهم ورفع درجات. فهم؟ ظهر الطواعين كثيرة غير النوع ده اللي هو اسمه البليج، زي الكوليرا. الكوليرا ده طاعون تاني برضه، والجدري مات منه ملايين البشر، الجدري ده والكوليرا مات منها ملايين البشر، وموصوف ان اصيب الجدري ده سموه الطاعون الاسود، مات 20% من اهل مصر ايام الامام ابن حجر العسقلاني او قبله بقليل، 20% من اهل مصر، تصور خمس اهل مصر ماتوا بسببه. درجة يقول لك كانت تنتقل المواريث في البيت الواحد الى سبعة افراد، يعني الجد يموت فينتقل للاب، بعد ساعة الاب يموت ينتقل للابن، بعد ساعة الابن يموت تنتقل للحفيد، بعد ساعة الحفيد يموت ينتقل لاولاد الاعمام. تبص تلاقي الميراث في يوم واحد ينتقل لاربع درجات واربع طبقات، واخد بالك؟ من شدة سرعة المرض والوفيات، حتى ضاقت المقابر وصار الناس يعني لا يستطيعون دفن موتاهم من كثرة الموت. فربنا ينجينا. تواريخ معروفة في الطب لما تيجي تحبرها، يعني وفي أوروبا مات مئات الملايين من الجدري ومن الكوليرا ومن البليج، واخد بقى؟ كل دي يعني أشياء كثيرة. لما تقدم الحمد لله وربنا هدى الأطباء لمعرفة بعض العلاجات والتطعيمات وغير ذلك، قل سمعنا لمثل هذه الأشياء، وصار طاعون المصريين الآن هو فيروس سي. فهمت إزاي؟ وعلى مستوى العالم برضو الايدز يعتبر طاعون من الطواعين، لانه عدد المرضى به ما يقلوش عن 100 مليون. فالطواعين الوقتي بقت ايه؟ اهدأ شوية. فيروس سي موت بعد 20-30 سنة، لكن البليج بيموت في 3-4 ايام. فهم؟ فاصبحت الطواعين بتاعت اليومين دول اخف شوية بسبب ايه؟ حسن الخدمة الطبية وتوفيق الله للاطباء في علاج مثل هذه الامراض. يبقى باب الطاعون والطيره، الطيره اللي هو التشاؤم، يعني التشاؤم، والكهانه ونحوها. والكهانه هو ايه؟ تكلف الاخبار بالغيب. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال
قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. دي أول بداية الحجر الصحي، هو بينها النبي، سموها الوقت إيه؟ حجر صحي. لما يظهر وباء في منطقة يحوطوا المنطقة دي، لا حد يدخلها ولا حد منها يخرج منها، سموه حجر صحي حتى لا ينتشر المرض. أول من نبه عليها مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه، يعني هو قالها باللفظ ده، وإلا هنا يعني إيه؟ لقصد الفرار منه، لقصد الفرار، يعني ليست هي أداة استثناء، يعني ده معناها، معناها القصد يعني والعلة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب، فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا من. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه، وقتيبة نحوه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد أنا أخبرك عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد ابن جريج نحو حديثه. ونكمل غدا إن شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.